زيد على هذا ضربه جزاء، ظلم تحكيمي، اخطاء. رجع معك ظلم تحكيمي دابا سي اسماعيل، شفنا قرارات تحكيميه اللي بكل صراحه ماشي شي اورجو تسيفله وبعد انا ما عرفتش لكن ضربتي جزاء واضحتين من غير الاولى واضحه ديال بوزدوق ودي اللي مسات اليد الثانيه ديال زريده اللي في ما كاينش الفار ممكن. هذه النقطه اللي بغيت نتكلم عليها انا، ما يمكنش ان دور المجموعات ما يكونش فيه الفار. كنتمنى ان الاتحاد الافريقي يفكر في هذا. هنا 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 واخا محتاج امكانيات وموارد ماليه كثيره سي اسماعيل. عاوتاني ما تنساش السي ايوب، الفار كيبغيك الملعب. الملعب كيبغيك ولكن ملعب دار السلام بكل صراحه كاين فين يدير الفار. وين صافي ودابا الراجل يدير الفار في دار السلام وما يديروش مباراه ديال بن الوزداد والترجي. والله ذاك السعيب راه خص يكون داك الشيء، خص يكون راه كيتحط واحد القانون، خص يكون عندي موفر امكانيات باش راه في الدوري في كاس كاس ولكن سي اسماعيل دازت مثلا بن الوزداد داز دور مجموعات راه غيكون عندها الفار. واش اخبارك السي ايوب في الدوري في الكاس الانجليزي اللي كيلعبوا فيه الجامع من غير كاس الرابطه، كاس الرابطه ديال كيلعبوا فيه التروازيام ديفيزيون كاينين فرق في لونغلوتير ما كاينش الفار. داكشي علاش حيدوا في هذيك التظاهر الفار من غير الدمي فينال والفينال، لان الدمي فينال والفينال تيتلعب في ويمبلي. ولكن سي اسماعيل حنا راه باش نعطيك السي ايوب انا هو اللي جالس السي ايوب ما بالوك ما بالوك اش هضر لي معاهم بوشات النظر اول مره باش تهضر ديالهم ملعب شباب الوزداد مثلا ولا ملعب اكس ولا ايكراك ولا كتهضر على مباريات الرجل اكس ولا ايكراك ما عندهمش فار. ولكن لهاد الانديه تاهلوا فاتوا دور المجموعات راه غيولي عندهم الفار سي اسماعيل كي غنديروا لهم في الملعب ديالهم. ما فهمتش نورمالمون دابا الملعب اللي في دور المجموعات ما عندوش لي كاليتي باش يكون عنده في الفار. باش نعطيك ترى اشوف هذه راهي افريقيه اسماعيل راه افريقيا راه كتقرا قبل ما داكشي يقرا راه كيقرا وجههم من السوق عارفين هما بواحد ربعه ولا ربعه في اللي غيبقاو في الاخرانيين في الكاس هذا الملعب ديالنا هذا الملعب مزيان داكشي علاش نطبق من الربع ولا نطبق من الناس شي الا كان شي ملعب اللي هذا غيساعدوه شويه شي الا كانت فرقه اللي ممكن انك تساعدها ماشي بحال فرق كامله شوف شحال ديال المباريات ذهاب واياب عرفتي شحال راه صافي كلشي راه ولكن راه بالنسبه للمنظومه الافريقيه احسن. دابا النتيجه ديال فريق رجاء البيضاء كتكون كانت اقل حاجه يجيب خمسه ولا سته، النتيجه اللي احتاج منهم ضربه جزاء كان يجيب خمسه سته. ولكن الغريب السي ايوب هو تخيلك لو سين بس سجلات عليك شي هدف فين لا راه شي بغيت نقول لك وكانت النتيجه ما معاوناش فريق رجاء البيضاء لا هو ضربه الجزاء. اسمعني السي ايوب اسمعني انا نقول لك وكيف ما بغات تكون النتيجه كيف ما بغات تكون الحصه كيف ما بغى يكون الاداء ديال المجموعه كيف ما بغى يكون جميع الظروف. ولكن السي ايوب لازم انه فريق رجاء البيضاوي المكتب المسير ديالو لازم يقدم بلاغ ويكون شديد قوه وشديد باش يحمي الفريق من المباريات المقبله وهذو اللي كتخاف منه لان المباراة المقبله هي المصيريه لفريق رجاء البيضاوي. انا بالنسبه لي هاد جوج المباريات مباراه الحريه مصيريه بالنسبه لي. لا بالوطن كنتحدث على فريق رجاء البيضاوي يكون تا هو اللي متصدر المجموعه وكنعاون نتحدث كانش فريق رجاء البيضاوي متصدر المجموعه بهاد العناصر اللي غيكون عندهم منافسات ديال الدوري وزيد على هذا كاس العرش اللي تابعك مازال السي ايوب مباراه في كتيف ما تطعمش بلاعبين اللي غيخدموا لمصلحه الفريق خصوصا اللي كتحدث على الحفيظي لعب في مباراه اللي فاتت دخل وقيله في الدقيقه 70 ومثلا المباراه الاخيره زيد على هذيك 70 ومع 75 لعب 10 دقائق يعني توصل الدقيقه 80 هنا كيبين لك المدرب حتى هو تيلمح لك زيد على هذا اللاعب اللي الكل كان كيقول بانه غيكون حلقه قوه اضافيه لفريق رجاء البيضاوي جا مصاب من الفريق ديالو الا هو اللاعب نوفل الزرهوني. يعني هنا مدرب كذلك زيد على هذاك جا عنده رجع عنده الوردي بالنسبه لي انا الوردي اهول ومكعازي وزريده راه هنا اللي تحدث لك راه لا كان كاع نقولوا بار اكزومبل السي ايوب الحفيظي قمه العطاء ديالو كيف ما كان في السابق فريق رجاء البيضاوي زريده غيولي عنده مشكل في المكان ديالو بعدا فين غيلعب. نعم انا فين كتخاف من الناس ترجعوا جناح لا عوده الوردي راه الا كان الهبطي كيقدم مستوى ممتاز ويسري بوزوق تيقدم مستوى ممتاز جلس مو تلعب زريده جناح تدمر اللاعب كذلك الفلاش اللي غادي فيها اللاعب يعني المدرب هو خصو ياخذ الامور بعين الاعتبار. وانا كتبان ليا باش نكون واقعي هنا سي راه قلت لك خصني فيزيو راجعت فيزيو شنو باغي هاد السنه؟ واش ما عندكش فيكتيف باش تلعب على
ثلاثه الواجهات السعيو، ولا مشيتي تلعبتي على ثلاثه الواجهات ما تصدق غادي في تواجهها، وهذا هو الخطير واللي ما غيقبلوش عليك انصار ديال فريق رجاء بيضاوي في اخر الموسم. وغيرجعوا لك عاوتاني انتدابات اللي ما درتيش في المستوى اللي باش تزيد طعم، لانه صراحه باش نكون واضح معاك السعيو، كره لحد الان باقه باغا فريق رجاء بيضاوي لتدارك ما يمكن تدارك. نعم باش تعرف، لانه صراحه الاخلاص ديال دوك الجماهير اللي كانت كتحجم بدايه الموسم بحال كتجازى بعض المباريات هذو، ولكن لازم انك ترد بالمثل للجماهير. وشفتي ملعب طنزانيا غتكلم في هذه النقطه هذه بكل صراحه، جماهير فريق رجاء الرياضي معادله صعبه بكل صراحه. قبل ما نتكلموا على هذه نتكلموا على مباراه الحريه المقبله سي اسماعيل في دوري ابطال افريقيا، مباراه غتكون حاسمه، الفوز يعني التاهل ب 91% ولا 95%، كيفاش كتشوف المباراه غتكون خاصه الان فريق رجاء بدا وراه متاهل 50%، انا جيت وقلت لك عطيتك 50 نربحوا الحريه، ربحوا الحريه 90 95% صافي ولا 100%، لا لا تعادل بالنسبه لي في ملعب حريه راه تاهل تجي، ولكن بشرط تاهل في ملعب حريه الفوز على في مركب محمد الخامس. نعم تضمن التأهل وعلى صدارة المجموعه كذلك، لانه بصراحه غير باش نشوف بانه ما تنساش بانهم سيمبا ولا فايبرز غيتهاونوا مع حوريه في قادم المباريات،